السلام عليكم، شراكم؟ ان شاء الله تعودوا لاباس وتعودوا مهنيين. مرحبا بكم في الفيديو تاعنا اليوم. اذا عجبتكم ما تنسونيش بلي جيم بارطاج، واذا مازال ما ابونيتوش نقولكم ما تنساوش تابوني قبل ما تروحوا، هكذا تكبر العائله تاعنا. في الفيديو تاعنا اليوم راح نديروا ان كاتو دو ري، بزاف منكم اللي يعرفوه واللي ما يعرفوش راح يديكوفريوه معنا. هاد لو كاتو انا نموت عليه، ولا هو سي بلوس ان ديسير. قلت لكم يفكرني في لونفونس تاعي، يفكرني في لانسوسيونس، يفكرني في ايامات بزاف شابين. واش نقول لكم، ديجا مي داقو لازم يدوقو باش يدوق هذيك البنه. الله الله، شوفوا كيفاش يخرج. كيما قلت لكم هو بلوس ان ديسير. Voilà, alors tout de suite, je vous fous les ingrédients. Je vais vous donner 160 grammes de rose. Rose, il est une couleur l'obiette. Il faut, c'est très important, trier le rose lilas. Rose l'obiette de préférence à dans le devoir, qui m'a carrément chéri le risotto. Et demain, après, il touche le risotto, je vais le rose à dans l'obiette. ليسونسيال ماشي الروز المفور وماشي الروز باسماتي، الروز الابيض كيما راني نقولها ونعاود باسكو سي تري امبورطون. هنا عندي 160 غرام، عندي 130 غرام تاع سكر اللي راح نديرو مع الروز، و 100 غرام تاع سكر اللي راح ندير به لو كاراميل. عندي زاس دو سيترون، عندي 3 حبات بيض اذا كانوا صغار، واذا كانوا كبار زوج يكفونا. هنا عندي ريت لحليب لو لي اونتي، يعني الحليب كامل الدسم دو بريفيرونس. نروحو نبداو بلو كاراميل. نحط الكاسرونه تاعي، نحط فيها لي 100 غرام تاع السكر تاعي، ونجي نشمحو ابان بالماء. هنا درت ليكيفالون تاع كيك مغارف تاع ما كبار. نروح للروز، ندير قلنا اني نعاود لكم لي زانغريديون اكزاكت. قلنا 160 غرام تاع روز، ندير نحطو في الماء يغلي، ندير الماء يغلي ديريكتومون باش ما نطولش. هنا نغليه 2-3 مينوت. من بعد ما غلالي هذاك الروز، نجي ندير الحليب، ندير ريتلا كاع اخلي منها والو. ونحط لي 130 غرام تاع السكر. هنا السكر تقدروا تروحوا حتى 150 غرام. بيان سور لي يحبوا الحاجة الحلوة بزاف، مي كيما أنا يكفيني 130، جو تخوف كو يخرج بيان. عندي زاس دو سيترون، ونحطو فوق النار، نخلط هذاك السكر شوفوا هنا لو كاراميل تاعي سي بون. راهو خلاص، نزيد له غير كلكو سكوند كيما راكم تشوفوا. هنا راهو كاع مارون، لازم يلحق هذيك لاكولور. نجي نحط ديريكتومون هذاك لو كاراميل في المول، ونوزعو هكذا مادامو سخون، ونسيي نطلع هكذا شويه في الحواف تاع لو مول.
فوالا هنا راهو ديجا جمد لي من بعد ما نوزعو هكذايا مليح. خلاص نحطو لو مول دو كوتي. هنا كي بدا يسخن الحليب نجي نحط له هذاك الروز. الروز قلت لكم لي غليتو 3 مينوت في الماء ديجا من قبل. من بعد هنا كي نحط الروز هنايا ما نغفلش عليه باسكو بون باغ ما نغفلش عليه سا با دير نقعد طول طون نخلط. نقعد عيني عليه شغل اشاك فوا نخلطو باسكو كيما على بالنا الروز يحبط لتحتا قادر يلصق والحليب قادر يغلي في ليه. نقصلو ليجيرمون النار وغير افيك اون تيت كويير ونقعد منين داك نخلطو. شوفوا غير يبدا يغلي نحسوا راح يفيض نخلطوا. هنا غليته واحد 30-35 مينوت باش ما تقعدوش هكذاك واقفين غير عليه. انا او ميم طون اللي دايره هنا ندير في العشاء او ميم طون ندير في الديسير. شوفوا هنايا من بعد ما طاب مليح لازم الحبه الروز كي تمسوا هكذا بين صوابعكم تكرازا كومبليتمون. شتوه تما راهو شغل ما من الحليب راهو نقص. من بعد هاديك ما طاب نجي نحطو ديغيكتومون في ان سالاتي باش تنقص هاديك السخانة القابلة الأولانية. هنا من بعد هاديك ما برد شويه ليجيرمون شوفوا مازال كومام سخون. نزيد هكذا نخرج مليح هاديك السخانه وما نستناش حتى يبرد كومبليتمون باسكو من بعد هاديك ياخذ لي الوقت في الفوق باش يبرد. نبدا نزيد البيض هنا حبه بحبه. لازم وانا نزيد في البيض ما نحبش متخلط باش ما يطيبليش هذاك البيض. شوفوا كما نحبس زينو يطيب لكم. بعد ما ندير البيض كاع كيف كيف نقعد واحد 2 مينوت وانا هكذا نخلط انرجيكمون كما راكم تشوفوا ونجي نحطو في المول وهذاك لو مول داخل نوتر مول ونطيبو كي الفلون ونزيد له الماء يغلي. الفوق راني مشعلاتو ديجا ا 200 دوغري. هنا ما نقدرش نقول لكم شحال خليتو اكزاكتومون في الفوق كل وحده والفوق تاعها. مي نعرفو الطاب تو سامبلومون كي الموس كوتشو ندخلو ان كوردون لازم يخرج لنا ناشف ولا موس. شوفوا كيفاش طاب من الفوق الوجه تاعو تقوشي ان فلون شتو راهو ناشف كامل. نجي وهو سخون هكذا نديكوري الطرف نفوت كاع الموس كيما راكم تشوفوا ونديمولي. قلت لكم هو سخون لازم نديمولوه باسكو فيه لو كاراميل من تحت كي يبرد راهو راح يلصق هذاك لو كاراميل. لو ديمولاج تاعو كاع ما تخافوش منه ساهل. شوفوا كاع ما لصقليش. اي فوالا لو غاتو دو ري تاعنا راهو واجد نقدروا ناكلوه تياد كيما يتكل بارد. كانت هذه هي لا فيديو تاعنا اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. انا ما بقاني نقولكم سلام.